طبعا هذا الخبر الجميل انه ادراج اليونسكو لفن الخط العربي من ضمن قائمه التراث الغير المادي. طبعا هذه بحد ذاتها مبادره رائعه لدعم هذا الفن عالميا. كنت صغير كنت أقعد يم والدي الحقيقة، فأشوفه يعني خط بالحروف، يخط كلمات، يخط كذا، فحبيت هاي المهنة. يعني حاولت أنه أقلد، يعني كل ما مثلا يقوم من مكانه أنا أقعد بمكانه، أحاول أستخدم. صح كانت الأقلام شوية صعبة علي، فكنت أستخدم ألوان الماجيك. سويت 100 بسمله بالخط السنبلي، ماكو بسمله تشبه الثانيه، 100 بسمله اخذت عليها شهاده الدكتوراه الفخريه من المانيا.